الخبر الأولي عدنا عن هيلي تي في، واللي أول مرة بالسوشيال ميديا يظهر زوجها بالفيديوهات. فهيلي تي في نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، واللي كانت تعلم من خلاله عن ظهور زوجها الراشد بالمقاطع، واللي هو هذا شكله يا حبايب. فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رأيكم بالمقطع اللي نزلته. وننتقل حاليا لفضيحة موفلوكس دنيا، هو طلع بايق الأغنية نزلها امبارحة اللي جت بعنوان فريش. الأغنية يا حبايب طلعت بحقيقة هي مسروقة من أغنية أجنبية نازلة من حوالي السنة. راح أعطيكم بالبداية الأغنية العربية اللي هي أغنية موفلوكس، اسمعوا وركزوا بيها كلش زين. تفوز ناس تنسى الموضوع، يقلل يبدأ بعد اليوم، هرفل بس اتعلم وارجع اقوم. وهسه يا حبايبي راح احطكم الاغنية الاجنبية، ركزوا بيها كل زين وشوفوا التشابه. صراحة واضح ان الاغنية ماخوذة من الاغنية الاجنبية، فاكتبوا لنا احباب بالكومنتات هل تعرفون هذا الشيء من قبل او لا؟ شو رايكم بهذا الشيء؟ ننتقل حاليا لاسامة مروة والمشكلة اللي صارت وياه. فاسامة مروة نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، كان يعلن من خلال تنزيله مقطع هو ويا انس وبيسان اسماعيل. المفروض المقطع كان ينزل اليوم، ولكن يا حبايبك شو صار غريب؟ ولما نزل هذا الستوري كاتب صار اكشن ابن كلب، الفيديو تأجل، واللي هو الفيديو المفروض ينزل ويا انس وبيسان. وبالستوري اللي بعده جاء كاتب نفسي احكي، خلوني ادرس الموضوع شكلي هالمره بدخل دراما. فما ادري صراحه هل تتوقعون انه اسامه مروه تعارك ويا بيسان وانا شايف؟ فلهذا هو اجل الفيديو، ما نزل الفيديو المفروض ينزل اليوم. ما ادري صراحه من احباب بالكومنتات هل راح تقلب دراما بين اسامه مروه وبيسان اسماعيل وانس او موضوع ثاني، ما ادري صراحه من توقعاتكم. وانتقل حاليا رغد كوميديان، وليش هي صارت تبكي فزخه؟ يا حبايب نزلوا هذا الستوري على حساب رغده اللي كانت تقوموها من النوم على خبر انه توثق حسابها بالانستغرام، واللي هو انه صارت صح على حسابها، ولهذا الشيء نوعا ما يعطي هيبه وامان للحساب اكثر. على كل راح اعطيكم الستوريات شوفوا رغده شلون صارت تبكي بسبب هذا الخبر. رغوت توثق حسابك يا عمري، توثق حسابك. اه رغوتي يلا ورشيها ورشيها، هيو شوفي رغوت. جماعة صحيت على خبر كثير حلو انه انا صرت فيرفايد. طبعا ايموشنال شوي يا جماعه، ايموشنال لانه اللي لي 5 سنين عم بستنى في الفيريفيكيشن بيطلع لي صح ولا لا. فكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر بكاء رغده على توثيق حسابها. ونختم اخر شيء قمر مريا حبايب تنزل شويه صور كانت تعلم من خلالها عن المقابله راح اسويها ويا مسلم الربيعي، اللي ما واضح تكون مقابله كلش ناريه. طبعا المقابله يا حبايب راح تنزل يوم الجمعه الساعه 9. المقابله الصراحه كلش حمسوا عليها، قالوا كلش ناريه من الستوريات اللي نزلتها قمر ويا مسلم الربيعي. شوفوا الستوريات. هاي حزروا وين اني؟ هلا هلا يا جماعة، صورنا حلقة فظيعة. الحلقة ان شاء الله الجمعة الجاية، الجمعة الجاية، الجمعة الجاية. خليكم جاهزين اي ساعة لانه حيزورونا الساعة 9. الساعة 9 خليكم جاهزين، البرنامج يعرفون الساعة 9. لا متابعيني انا بقى بسألوني اياها ساعة، الساعة 9 يوم الجمعة خليكم جاهزين. شلون الحلقة كانت؟ جنن امانة، هي كلش حلوة فخليكم جاهزين. صراحة كلش متحمسة لحد ما تنزل ان شاء الله، وكلش تشرفت سعيده باللقاء. عمري انت قلبي. فكتبوا احباب بالكومنتات ايش قد انتم متحمسين لهذه المقابله. وبس والله احباب وصلت المقطع، المقطع عجبكم لا تنسوا تفجرون المقطع باللايكات. وبس كانكم فيزين من قلب بيت القصص، مع السلامه.